زيارة تاريخية تسجل في رئاسة الوزراء في تاريخها، حيث أنها أول زيارة لرئيس وزراء لهذا القضاء، قضاء المدينة. قضاء المدينة بشكل مقتضى ومختصر هو قضاء يمتد في جذوره إلى ما قبل 750 سنة، وشواهد ذلك في نهر صالح، حيث التراث لمسجد قديم ولعلماء وشخصيات علمائية، منها السيد نعمة الله الجزائري حيث أنه ابن الصبارية، وعائلة آل المظفر والمجدد المظفر، وعائلة الشيخ آيت الله محمد رضا فرج الله الحلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، اللهم صل على محمد وعلى أصحاب السماحة من رجال الدين الأفاضل، السادة الأجلاء، الشيوخ، العشائر الكريمة، الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتشرف بالتواجد في هذا المكان المبارك، في هذه المدينة المضحية المعطاء، مدينة الشهداء، بهذا الوفد من أخوانكم في الحكومة والبرلمان والحكومة المحلية. زيارتنا هي ترجمة لمنهج عمل الحكومة في الوصول إلى أبعد نقطة ولقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والوقوف على احتياجاتهم. هذا هو واجبنا بلا منة ولا فضل. منذ يوم أمس ونحن في محافظة البصرة، هذه المحافظة العزيزة على قلوب كل العراقيين، افتتحنا مصانع كانت معطلة منذ عام 2003 في خطوة نحو النهوض بواقعنا الاقتصادي، وعقدنا اجتماع مع الحكومة المحلية، وكان هناك حديث تفصيلي عن واقع المحافظة وأهم المعوقات والمشاكل، وأيضا كان هناك اجتماع مع ائتلاف الشركات الذي من المؤمل قريبا إن شاء الله يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لكي نخول المحافظة بالتعاقد على مشروع تحلية الماء، ماء البصرة الكبير. واليوم بعد وصولنا إلى قضاء المدينة وضعنا حجر الأساس لمشروع الخدمات المرحلة الثالثة ضمن تخصيصات المحافظة، ودخلنا في اجتماع مع رؤساء الوحدات الإدارية لشمال البصرة بحضور الأخوة النواب والسيد وزير الصحة ووكيل وزير التخطيط والمستشارين ومدراء الدوائر والشركات النفط. استمعنا لكل الملفات المشخصة من هذه الدوائر، وكلها تقع ضمن برنامج عمل الحكومة. دائماً استمعونا نتحدث نقول البرنامج الحكومي، الحكومة يجب أن تضع لها برنامج في أولويات مدروسة، هذه الأولويات تلامس احتياجات المواطنين، وضعناها بعناية وعملنا عليها منذ اليوم الأول. نحن نعلم أن التركة ثقيلة ولا نريد أن نتعكز على هذا السبب، لأن المتحدث رافق هذه العملية السياسية منذ عام 2003 وأعلم ما فيها وما عليها، لكن بعد الاتكال على الله وضعنا برنامجنا، وكان أساس البرنامج في كل حديثي مع الأخوة فريقنا الوزاري، السادة المحافظين، القادة الأمنيين، احنا في تحدي كيف
نعيد الثقة مع الشعب، وهذا لا يأتي من خلال الوعود والكلام، وإنما يحتاج عمل وعمل ملموس، وأن نكون قريبين من المواطن. نعم، نقولها بكل صراحة، لا يمكن معالجة كل المشاكل، وأعتقد كل المنصفين يؤيدون هذا التقييم، ولكن يريدون من الدولة بكل سلطاتها أن تبدأ بالعمل، وأن تقف أمام احتياجات المواطن بكل عناية واهتمام. هذا ما نعمل عليه. الحكومات المحلية باشرت مهامها بعد إجراء انتخابات، وهذه الانتخابات لله الحمد جرت في ظروف طبيعية، واليوم مجلس المحافظة لديه من الصلاحيات الواسعة، ولديه موازنة، ولديه سلطة تنفيذية متمثلة بالسيد المحافظ، والمحافظة والحكومة الاتحادية بوزاراتها فريق واحد مو فريقين. كنا نعمل ضمن خطة، مجيئنا اليوم هو ضمن هذا المفهوم. خلاصة اجتماعنا مع الأخوة رؤساء الوحدات الإدارية والطلبات اللي استلمناها، وهي لا تبتعد كثيرا عما تفضل به سماحة الشيخ من ملفات خدمية، كلها سوف تأخذ طريقها للمعالجة. ستصل لجنة من بغداد من الوزارات المعنية وحسب الملفات، وتعقد اجتماع خاص بشمال البصرة بحضور الحكومة المحلية، وتبدأ هذه اللجنة بتحديد العلاجات من إجراءات وقرارات لديها كل الصلاحية في اتخاذ هذه القرارات، وإن كانت خارج صلاحيتها فالحكومة المحلية. إن احتاجوا صلاحية قرارات من مجلس الوزراء فسوف نتخذ هذه القرارات. من خلال رؤيتنا تقييمنا للواقع الخدمي لشمال البصرة يشهد وجود مشاريع، وهذه المشاريع قسم منها منفذ على مستوى هذا القضاء. اليوم من نتحدث نضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة، معناه أكو مرحلة أولى ومرحلة ثانية منفذة، خدمات بلدية متكاملة. اليوم أكو مستشفى 90 سرير ينتظر إكمال التأثيث والأجهزة، هذه من تخصيصات المحافظة، وكذلك هناك مدارس نفذت. أكو حاجة؟ نعم أكو حاجة أخرى. اليوم مدير قسم التربية قال أحتاج 20 مدرسة إضافية. إذن المهم أن نبدأ. إضافة إلى تخصيصات المحافظة، اليوم أعلنا عن مدينة طبية في ناحية الشهيد عز الدين سليم، تتضمن مستشفى 100 سرير ومركز لعلاج الأورام ومركز لغسل الكلى ومركز الثلاسيميا وثلاث مراكز صحية نموذجية على مستوى قضاء المدينة والوحدات الإدارية فيها. هذه المدينة كلفتها 166 مليار دينار. هذه إضافة إلى تخصيصات المحافظة من ضمن تخصيصات البنى التحتية في الحكومة الاتحادية. إن شاء الله تأخذ طريقها للتنفيذ قريبا بعد أن تم إدراج المشروع وأكمال المتطلبات في وزارة التخطيط. هذه راح توفر خدمات طبية وعلاجية وصحية لأبناء هذه الوحدات الإدارية. دائما نتحدث عن هذه المناطق شمال البصرة عن الغاز الذي يحرق وما يتسبب به من أمراض، نسأل الله الشفاء لكل المرضى. نحن بدأنا بالعلاج من خلال معالجة مسببات المشكلة، ولم نركز فقط على المستشفيات. مسببات المشكلة هي إيقاف الغاز الذي يحرق الذي يصاحب إنتاج النفط في هذه المنطقة التي تضم حقول مهمة لإنتاج النفط.
وقعنا عقد مع شركة توتال وباشرت في أعمالها، وسوف تعمل ضمن نطاق هذه المدينة والوحدات الإدارية. سبق وأن عملت ولا زالت مستمرة بالعمل شركة غاز البصرة أيضا لإيقاف هذا الهدر في الثروة، وبنفس الوقت لإيقاف هذه الآثار السلبية المدمرة على البيئة وعلى المواطنين. هذه القطاعات لم تشهد أي خطوة عملية طيلة السنوات الماضية للأسف. بدأنا بهذا العمل وسوف نستمر إن شاء الله. اليوم يهمنا مو فقط الخدمات، يهمنا نحسن نوع الخدمة أيضا التي تقدم من خلال الإدارات ومن خلال معالجة السلبيات من فساد وتعطيل وخلل إداري. وهذه مو مهمة فقط المسؤول، خلونا نتحدث بصراحة، هذه تحتاج من وعي مجتمعي، من قيم، من مخافة الله سبحانه وتعالى. اليوم كل موظف، الشرطي والمعلم والطبيب والمهندس والعامل، هم أبناء هذا المجتمع ويحتاج من عندنا أن نعمل، يحتاج أنه نؤدي واجبنا اللي نتقاضى عليه الأجور والامتيازات كموظفين. مهمة، مهمة مجتمعية، الكل لازم يتكاتف في أداء هذا الدور. القضية الأهم ونحن أمام هذه الوجوه الخيرة من السادة الأجلاء وشيوخ العشائر والوجهاء، لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية وإعمار وازدهار وشركات أجنبية وعالمية تعمل بدون المحافظة على الأمن والاستقرار. وهذا أيضا الأمن والاستقرار لا يتم إلا من خلال العشائر العراقية العربية الأصيلة أن تقف مع الدولة، وهي وقفت في كل المحطات دعما للدولة. اليوم كلنا احنا بدءا من المتحدث ينتمي الى هذا المكون الاجتماعي، ونتشرف اننا نمثل عشائرنا العراقية الأصيلة. العشائر هي من حمت الدولة، هي من قدمت ابنائها للدفاع عن العراق أثناء الحرب مع داعش وبعد فتوى المباركة للمرجعية الدينية، وبالتالي هي الأولى بها أن تحافظ على هذا الأمن والاستقرار وتدعم أبنائها في الأجهزة الأمنية. نريد لملف النزاعات العشائرية أن ينتهي إلى غير رجعة، وأن تدعم الدولة ومؤسساتها وأن يقومون بمهامهم وأعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التعاون اللي نريده من كل الفعاليات المجتمعية حتى نؤدي الخدمة ونحافظ على بلدنا في هذه المرحلة المهمة. لله الحمد، بعد مرور سنة وخمسة أشهر تقريبا من عمر هذه الحكومة، نقول وبكل ثقة أن العراق اليوم في المسار الصحيح، وحكومة الخدمة التي تمثل كل أبناء الشعب العراقي واعية وملتزمة بأداء دورها وبالوصول إلى الثقة الكبيرة التي تمثل مصدر قوة لنا لأداء واجباتنا ومهامنا تجاه شعبنا وبلدنا الذي يستحق منا الكثير. هذا الشعب الذي ضحى ودافع عن الدولة وسيادتها وأمنها وكرامتها، آن الأوان أن ينعم بالأمن والاستقرار وأن ينعم بخيرات هذا البلد الذي حباه الله سبحانه وتعالى بمختلف الثروات والخيرات. وهذا لن يتم إلا
بدعم ومؤازرة الشعب وكل قواه السياسية والدينية والمجتمعية والنخب والمثقفين. نسأل الله التوفيق لكل المخلصين، ونثمن دور قيادات المجتمع من السادة، من رجال الدين، من شيوخ العشائر الذين وقفوا ولا زالوا وسوف يستمرون بتلك الوقفة المشرفة لدعم أبنائهم لأداء دورهم. أنا أشكركم وأشكر كل القائمين اللي وفروا لنا هذه الفرصة أن نتحدث أمامكم وجها إلى وجه.